أما في المجتمعات الريفية فالوضع مختلف. هنا في مجتمعات المدينة الشباب ليس لهم دور للأسف الشديد، منذ الصف الأول الابتدائي إلى أن ينتهي من الجامعة وهو لم يقم بنشاط، فقط يروح المدرسة في الصباح يعود في المساء، في العصر إما أن ينام أو أن يلعب، بالليل إما أن يسهر أو أن ينام، وانتهت فترة الشباب على هذا. يتفاجأ الإنسان أنه تخرج من الجامعة وعمره تجاوز 20 أو في 20، تلك الطاقة لم يتم استغلالها أبدا. أما في الريف لا، عندما تذهبون إلى الريف إلى البلدان الذين يعيشون في مناطق نائية تجدون الشباب يستلمون أدوارا اجتماعية كبيرة جدا، ولذلك فالطالب الذي يأتي من الريف دائما يصفه المعلمون بأنه متقد الذكاء، كثير الانتباه والتركيز، متفوق في الدراسة. قلما تجد شابا من الريف يفعل شيئا من المنكرات أو من المزعجات. ضعوا علامة استفهام كبيرة على هذا واسألوا لماذا؟ لأن الشاب في الريف مستثمر الطاقة، يعطى أدوارا اجتماعية كبيرة، فإما أن يسلم جزءا من المزرعة يقوم برعايتها والعناية بها، وإما أن يمارس الرعي يرعى ويصبح مسؤولا عن الأغنام التي يرعاها، أي يتعلم المسؤولية منذ الصغر ويتعلم المسؤولية عن المزرعة منذ الصغر بحيث يقوم بالزراعة والعناية وغيرها، وإما أن يكون سندا لأبيه في استقباله للضيوف أو في زيارته للضيوف، المهم يحسس منذ الصغر أنه مهم بالنسبة لأبيه. فأنت عندما تذهب إلى الريف ستجد الشباب يقفزون من أجل أن يلبوا خدمة الضيف، ولا تجد الأب إلا آمرا وناهيا، والمسؤولية في تهيئة واجب الضيافة كلها على الأبناء. لكن عندما تزور شخصا في المدينة فإنه هو الذي يقوم بصب القهوة على الضيوف، وأبناؤه في البيت يلعبون بلايستيشن أو يقومون ببعض المهام الخاصة بهم. هل أدركتم هذه الحقيقة؟ طيب، هذه واحدة من المشكلات التي سنتحدث عنها والتي ستؤدي إلى فقدان دور الشباب. هل أستطيع أنا في المدينة أن أقوم بإعادة الدور الاجتماعي لولدي؟ نعم تستطيع، ولكن ليس الآن، سنأتي إليه إن شاء الله، إنما نحن الآن نقوم بالتشخيص. ولذلك ليس مستغربا في المدينة أن تجد عند الشباب في بعض الأحيان بلادة ذهنية. ما معنى البلادة الذهنية؟ ليس الغباء، لا، هم ليسوا أغبياء، تجد أنه ليس متقد الذهن، يعني يجد حركة معينة لا يقفز إلى إصلاحها أو ينتبه إلى تحسين وضعها، لا، المسألة بالنسبة له ليست من جملة الاهتمامات التي تعود على إثارة الذهن حولها. فمثلا ربما يجد كبيرا في السن يحمل كرسي، لا ينتبه إلى أن من واجبه الأخلاقي أن يقوم هو بحمل الكرسي عن الكبير في السن، ليس لأنه لا يريد، لا، هو يريد، ولكن لم يتعود على هذا، لم توجه طاقته توجيها صحيحا. ربما تجد هذا واضحا عندما
تأخذون شابا نشأ في المدينة إلى أحد الشيوخ العلماء الذين يلتف حولهم مجموعة من التلاميذ، ومعظمهم نشأوا على يده أو كانوا من الريف. ستلاحظ أن الشاب الذي جاء من المدينة في كثير من الأحيان جالس، بينما بقية الشباب يقومون بحركات كبيرة جدا من نحو تهيئة المكان أو ترتيب أمر الضيوف أو تلبية أوامر الشيخ إلى غير ذلك. ثم هذا الشاب الذي جاء من المدينة يبدأ يتعود بعد ذلك ويصبح مثلهم أو أفضل منهم، لأنه شعر أن دوره الاجتماعي بدأ ينشط. هذه القضية أرجو أن تركزوا عليها جيدا. ولذلك ليس غريبا الآن أن يأتيك ضيف ليس معه أولاده، فكثيرا ما تسأله وين الأولاد؟ الله الأولاد الله يهديهم الله يهديهم في اللعب دومهم، صح ولا لا؟ الأرحام أصبحت تزورهم وحدك وليس معك أبناؤك، وين الأولاد؟ تعرف التو الشباب والتو هذا العصر ما أخذنهم. لا، ما أخذنهم العصر، ما أخذنهم أنت، العصر لم يأخذهم، ولكن أنت لم تحسن استغلال طاقتهم. فإذا هذه القضية أرجو أن تنتبهوا لها.